طبعا شباب، هذا بخصوص موضوع اللي هو عشان تشترك في النادي الكلاب. اوكي، لازم في البداية تدخل على الخيار الثالث. بعد الخيار الثالث اوكي تختار النادي The Outlaw Pass. حلو، هذا الـ Outlaw Pass. طبعا هذه الامور كلها موجودة، ما يعني غير مفتوحة، ما تفتح الا لما تشترك داخل النادي. طبعا هذه الاشياء اللي انا فتحتها الحين عن طريق باونتي هانتر، اني كبداية لعبت بالباونتي هانتر، يعني شوف قناع الاحصان، وفي فوتشر هنا موجود اللي هو فاست ترافل فور فري، يعني مجرد ما تشتري هذه راح يكون عندك التنقل مجانا. كذلك هذا الجاكيت وهذه اللبس الكامل كذلك تقدر تشتريها، وهذه اللي هي اعتقد توسعة في المحفظة. اوكي، عندك مشروبات العلم حق العصابة، الفوتشر تكلمنا، فوتشر ثاني هذا بخصوص تنجور هونر ليفل الشرف، طبعا راح يكون مجانا. وهذه اعتقد نفس الشيء تبع المخيم. وكذلك عندك هذا الحذاء وهذا البلت، وعندك كذلك اللي هو الخرائط، الخرائط كنز. هذا ما ادري شو يسمونه، ميوزك، اتذكر لما كنا صغار نعزف فيه، الحين ما متوفر. اوكي، في اشياء كثيرة، يعني شوف هنا بعد في تعديلات حق الاسلحة، فوتشر كذلك. هذه كلها تحتاج انك تشتريها ب 35 سبيكة ذهب تفتحها، يعني طبعا اعتقد الشراء راح يكون او انها فري، والله ما ادري، الحين احنا راح نجرب. المهم 35 سبيكة راح نشتري، تضرب اكس مطول. طبعا هنا اعطاني معلومات 35 جولد براش و650 ردد، يعني هذه اشياء يمكن هنا راح ترجع لك، يعني انت اذا اشتركت ما خسران في نهاية الامر. والاكس بي راح يكون عنده 25% كذلك. في اشياء كثيرة حلوة، يعني طبعا من ضمنها التنقل المجاني. خلاص اشتركنا داخل النادي، الامور طيبة. اوكي، شوف الاشياء الحين صارت مفتوحة اعتقد، ايوه information. شوف كانت مغلقة الحين صارت مفتوحة، يعني هنا يحتاج لك في عندك رانك معين. المهم احنا ايوه بالضبط، هذه الاشياء صارت مفتوحة، العلم شوف هذه كلها اعتقد موجودة عندي، خلاص ان عليها علامة صح. فان شاء الله راح نحاول نفيدكم باشياء بس في مقاطع قصيرة.